السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. لا تبخسوا الناس أسيئهم بثمن بخس، حرام. من جاي كارغو يوم والثاني يعني انطلاقة طريق صباح اليوم التالي توصل الشحنة. طيب انت من باب العدل لازم، يعني شخص يعني دعك من الشركة، الشخص اللي يجي سلمك كان محترم تمام جدا، فلازم تقيم 5 نجوم، لازم لازم، يعني هذا واجب. انا ما انا فاضي ولا وما لي علاقه ويصطفلوا، طب انا ولايه كذا سووا معي موقف مو حلو، بعتوني على الفرع الى اخره، في عندك شكاوي تمام، ولكن من باب الاحسان قيم، شجعهم شجعهم، قد تكون انت في يوم ما في مكانهم. الا اذا كنت من جماعه سناب شات، جماعه سناب شات لا ذمه لا ضمير لا انسانيه، أحقر مخلوقات الله على هذا الكوكب، طبعا إذا كان كوكب يعني يجوز تطلع الأرض مسطحة. يلا فنبدأ الفيديو مع أفتوني. إذا أصدقائي الأعزاء، لدينا هذا الصوت الذي سوف نجيب عليه باختصار، نجيب المعلومة من مصدرها الأساسي. كيف؟ طبعا إذا قدرت أهدي الأطفال اللي حوالي وما ينزعوا الفيديو، نسمع مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثيرد اوبشن معروف تمام، ثيرد اوبشن في صار مشكله من 4 ايام وجايه واكثر شوي، تبي كم ناس وقف عليها يقولون البرنامج بينزل ولا يفتح يصير او ما يصير، بس في ناس يقولون نهائيا حتى المصار البي بده يفتح عليهم محكمه ولا يقدر ياخذ المصار منهم محكمه على 2 3 الله اعلم. لا تبدا الموضوع، ارجع انتبه، اللي عنده حساب اوبشن مصاري قبل حساب ويلغي خالص، والله غنك من هالمصاري اللي عم تجي، والله يجزاكم الخير. اوبشن، شكرا للزميل على هذا الصوت، نشكره كل الشكر، ولكن الموضوع مش مثل متصورين. اهدي يا لولو كرمال الله خليني اخلص الفيديو بس ولا صوت. المهم هذا هو شيء اسمه اوبشن، شركه حوالات ماليه متعاقده مع البنك ال شو اسمه اكتيف بنك تمام. حوالتك اللي على الايبان دغري لموظف البنك التركي المركزي تمام. اليوم انا حاطط ربط منزل، بس يا بابا اليوم انا حاطط ربط منزل تمام، لما اكدت هويتي وبلشت استلم 30 60 90 الف ربط المنزل، شو عم يصير معك سيدتي الكريمه؟ كانه فتحتي شركه حوالات داخل المنزل، ليش؟ طب انت ما قرات الشروط اللي 86 شرط؟ لا ما قرات، والله قالوا لي اوبشن انه فيه ايبان وتوكلت على الله. طب من حقهم يحضروك ويجمدوا الاموال ولا لا؟ من حقهم طبعا، شيء اكيد، لانه انت اليوم سياسه استخدام ما لك عارفانها تمام، طحشت. هاي النقطه الاولى، يجي لك الاخ الاخر اللي مطفي الاضويه عاف كل المسالك، عاف المسلك الحر وراحت حاله قاضي تمام، ممكن ان يحضر لانه قدم معلومات خاطئه. ليش الواحد ممكن يحضر على الاوبشن؟ لما يستلم حوالات او يرسل حوالات بكثافه، هو شركه حوالات ماليه ما في اشكال بهذا الموضوع، ولكن انك تسوي الاوبشن تسويه خذ نجيتك تدقيق برو ماكس ان صح التعبير. الحوالة كل اللي شوف كل التطبيقات اللي تراها امامك من ضمنها بابار، هلا بابار وضع خاص تمام، يعني خذ واعطي وتحضر وتجمد حسابات ومن حقها ذلك، ومو انه انت تطالبهم وما طالبونك، من حق اي شركه ماليه تقول لك من اين لك هذا، انت شو شغال، عم تشتغل بالشغلات هذوليك، مصدر الاموال وين، عم تشتغل تسويد اموال وليس تبييض اموال، من حقها ذلك تمام. عم تمارس تجاره، والله انا تاجر، اتفضل قول لهم انا تاجر مشان ياخذوا منك الضريبه ويسوي لك حساب تجاري وان شاء الله تستلم مليار، ما انا ماسكك تمام. يجي واحد يحط مثلا لا اعمل وفجاه تبلش الحوالات، واحده رايحه وواحده جايه، يكفي يعني بالمنطق والعقل، ادخل على موقعهم الرسمي وشوف كاتبين لك عمو لا تلعب بالنار تحرق اصابعك. وهو لانه ينفتح اونلاين لازم نحن نسوي شركه حوالات داخليه، لازم نحول اللي نعرفه اللي ما نعرفه دوليا، ممنوع ترسل لشخص ما تعرفه. مثال يعني اليوم انت انا حساب شخصي، يعني كيف معناته حساب الشخصي؟ الحساب الشخصي ممكن انا اقضي فيه اغراضي الشخصيه، تفتحوا تجاره مخالف الشروط، ان مسحوا فيك الارض عادي الموضوع هذا، وان قرروا انه تحروا وراك وسجنوك عادي الموضوع لانك انت خالفت. فالاستخدام اوبشن هو الأسوأ، نعم بدك تستخدم الاوبشن، حول ان شاء الله نص مليون دولار من اوبشن لاوبشن، بتحول ايبانات حوالتك تنزل بالمراجعه وبيراجعوها وبيراجعوها وبيراجعوها. طيب اموال المجوز يعني تم تعليق حسابك بسبب وجود نشاط الى اخره تمام. انا شخص حاطط لا اعمل ويجي واحد قال لي خيو ممكن تستلم لي هذول تسحب لي اياهم كاش تحطهم بالزراعات تحول لي اياهم، شو معنات هذا الكلام؟ يعني انت برايك مثلا شو معنات انه انا احول لك على اوبشن 30000 روح اسحبهم معلم وحط لي اياهم بالزراعات تحول لي، شو معناته؟ معناته التفاف من ورا الحائط صح ولا لا؟
طب هم يعني مثلا مدريانين نايمين؟ لا، على العكس تماما. الزراعات هو الزراعات، في عندك موظف اذا شاف حركه ماليه يعني يشك فيها بامكانه يعمل لك الحساب تجميد ويستدعيك، وبامكانه يزورونك زياره ذات ليله وياخذوك يقول لك من اين لك هذا، لماذا هذا الشيء، لانه العمليات والتحويلات باي بنك كان تمام مسجله بتاريخها. اي شيء مريب انت تعاقب عليه، لانك انت اساسا دخلت بشيء ما انك عرفانه، عم تتوقع على اشياء ما انك قاريها، ما عم تعرف سياسه البنوك، ما عم تعرف سياسه البنك التركي المركزي، تمام، فقط للتنويه ولاخذ العبره. هل انحضر اشخاص؟ نعم انحضر اشخاص. طيب اذا رجعت وراهم راح تعرف انه فاتحين شركه حوالات ماليه، حاطه سيده منزل وفاتحه شركه حوالات داخل المنزل اللي هي فلان حول لفلان واستلم لفلان وخذ نجيتك. طيب انت كشخص قد ايش صار لك فاتح اوبشن؟ فاتح كثير. كم فيديو مسوي؟ اكثر من 110 فيديوهات الاوبشن. ليش خلوه انت ما تنحط على راسك ريشه يعني؟ دفع له كم مره؟ لا ما دفع له كم مره، ملتزم. اي بنك كان، اي بنك كان تشتغل فيه شغلات مريبه تمام؟ حقهم يحضروك. طيب مصاري راح، الله يعوض، ما في مصاري راح، في شيء انه انت اثبت عكس الكلام اللي مشاكين فيه نحن، وخذ مصاريك، مصاريك ملكك بالنهايه. تمام؟ فنحن نخاف، بس جمدوا الحساب عوضنا على الله، عادي. يلا نفتح غيره. انت ثقه بنفسك ما في. عادي انه ادخل على الاوبشن، لماذا حضرت حسابي؟ والله وصلتني 30,000، 30,000 اللي وصلت انا بعت سكوتر سعره كذا كذا واستلمته نسبة لحوالة شخصية، السكوتر هو ملكي تمام والشخص اللي حول كذا. عندك اثبات هالشيء تفضل، تلزق الورقة بخلقته انتهى الموضوع، انفتح الحساب رغما عنهم. مش رغما عنهم يعني بالاجبار، بالاجبار، لا انا عندي اثبات لهذا الشيء. بس انه انت اليوم ذهبت الحوالة فلان الفلاني شخصية مختلفة بكني مختلفة، ثم انطلقت، ثم اجت المصاري، راح المبلغ هذا وجت. هذا اسمه تلعب مالي. وفي عقوبات في جميع دول العالم يعني مش بتركيا بس. هي الفكره انه ليش يحضروك وعوضك على الله، والابشن هو بلش يحضر. الابشن من تاسيسه بدقق على الحوالات الى الايبان، بدقق تدقيق يعني عالي، بتحس انه هو الوحيد اللي باخر الحوالات تبع الايبان. وهو الوحيد، اذا حولت انت من حسابك الشخصي مثلا ابشن لحسابك الزراعات، الموظف ممكن يتصل عليك ويقول لك انت قمت بطلب تحويل الى الحساب الفلاني، هل انت متاكد؟ قلت له اي نعم متاكد. طيب استاذ الكريم شو اسم امه قبل الزواج؟ هم لا ترى في عندهم شيء اسمه اسم الامه قبل الزواج وبعد الزواج، لانه السيده تاخذ كنيه زوجها. تمام، بدي اسالك هذا السؤال، فانت لا ترد عليه ولا تطلع على البريد الالكتروني ولا تعرف شو القصه، ممكن اعطوك انذار، ممكن طلبوا منك مستندات، ما انك شايف اي شيء نهائيا. يعني خذ مثال، اقرب مثال، شوف شركه تركسل المحترمه الموقره، شوف فيها عم تقول لي استاذ ترى تيجي الفلاني والرقم الفلاني في واحد سحب شريحة بدل ضايعة، لك خبر هاي بعثوها الساعة 8، وشكوا بأنفسهم إنه ممكن تكون رسالة ما وصلت لأنه التليفون كان أساسا طيران، ورجعوا بعثوها الساعة 10، يعني ظل بس شوي يجي موظف تركس يدق علي الباب يقول لي خيو في شريحة بدل ضايعة سحبت على اسمك، أنت ولا مو أنت؟ إذا مو أنت رقم تركس وتعرفه تفضل أبلغ. فبعض الأشخاص توصلهم 7,000 رسالة وما يهتم، يقول يلا هاي رسالة عروض شرطة فاضية، ما يهتم تمام. ولما يمشي الزمن فيه تكبر مع المصيبة. تحياتي لكم بأمان الله وحفظه، السلام.